أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. للعام الخامس على التوالي يستقبل اليمنيون شهر رمضان المبارك والذي يحتل في قلوبهم مكانة خاصة عن باقي الأشهر في ظل أوضاع متردية تسلبهم روحانية هذا الشهر الكريم. انقطاع مرتبات أغلب موظفي الدولة منذ بداية الحرب وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية تدفع المواطنين للوقوف على أبواب هذا الشهر في حالة من الحيرة والقلق مع دخول الشهر الكريم خالي وفاض. الأزمات المتتالية التي تتلاحق عليهم عاما بعد آخر تزيد من صعوبة استقبالهم لهذا الشهر، ابتداء من عودة أزمة المشتقات النفطية إلى مواجهة متطلبات حياتهم اليومية وانعدام الغاز المنزلي، وانتهاء بالمعارك الدائرة في أغلب المناطق والحصار التي تقبع تحته العديد من المدن. أسر المعتقلين أيضا سيكون هذا الشهر بالنسبة لهم مختلفا نظرا لوجود أبنائهم في السجن منذ فترات طويلة، ولن تختلف معاناة الأسر النازحة عن أسر المعتقلين في هذا الشهر ستقضيها لهذا العام أيضا على التوالي في خيام النزوح بعيدا عن ديارها. كيف سيستقبل اليمنيون شهر رمضان؟ سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، لكن بعد أن نشاهد التقرير الذي عده الزميل عمر النهمي حول الموضوع. أيام قليلة تفصل بين اليمنيين وشهر رمضان. يأتي رمضان للعام الخامس على التوالي في ظل الحرب والتي خلفت أوضاعا مأساوية صعبة وصفتها منظمات أممية بالمأساة الأكبر في العالم. يبدو أن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان هذا العام ستكون أكثر صعوبة من الأعوام السابقة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث وصلت إلى ضعف الأسعار منذ بداية الحرب. استمرار أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وعودتها إلى الواجهة مرة أخرى قبيل شهر رمضان بأيام يضيق الخناق على المواطنين أكثر، خصوصا في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين من بينها صنعاء ذات الكثافة السكانية الأكبر في البلاد. الأسواق التي كانت تعج بالحياة قبل الحرب أصبحت بعدها خاوية على عروشها إلا من بعض المرة والقليل من المتسوقين. يعود ذلك إضافة لارتفاع الأسعار لانقطاع تسليم رواتب الموظفين منذ أعوام والذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لأغلب الأسر اليمنية، رغم وعود الحكومة الشرعية بصرفها ووعد ميليشيا الانقلاب بصرف نصف راتب لهذا الشهر والذي لا يغطي نسبة 10% من متطلبات الحياة خلال شهر رمضان. آلاف الأسر النازحة هذا العام أيضا تقف وراء خيام النزوح في انتظار رؤية هلال شهر رمضان بعيدا عن ديارهم للعام الخامس على التوالي، مع انضمام دفعات نزوح جديدة بسبب توسع خارطة المعارك مؤخرا. ورغم كل هذه الصعوبات الكبيرة والاستعدادات البسيطة، إلا أن المواطنين يأملون بأن يكون هذا الشهر مختلفاً عن بقية أشهر السنة المأساوية لما له من قيمة روحانية. ولدينا اتصال في بداية الحلقة من مأرب هشام الشبيلي. أهلاً بك أخي هشام. مرحباً بك أخي سامي ومرحباً بكل السادة المشاهدين. أهلاً بك هشام. كيف هي استعدادات المواطنين في محافظة مأرب لاستقبال شهر رمضان؟ اليمنيون قاطبة يعني لم يطل عليهم هلال رمضان منذ 5 سنوات، وما يجري من استقبال هي يعني لو أن هذا الأمر بيد اليمنيين ما استقبلوه يقضي اليمنيين في محافظة مأرب يعني بين النازحين ومشردين وهاربين من غلاء الأسعار والمعيشة. وراء كل قصة، وراء كل يمني قصة يعني أهلكته دمرت الحرب. طيب، هل من متغيرات نحو الأفضل لمستها في مأرب فيما يخص الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان والظروف بالنسبة للمواطنين؟ هل هناك تحسن؟ المناطق الأخرى في مأرب هي أفضل طبيعية، لكنها الأغلى من حيث المعيشة ومن حيث تكاليف الحياة. تبدو أنها يعني أغلى المدن اليمنية تكلفة للمعيشة، ويواجه النازحون هنا في هذه المدينة وضع صعب وقاسي مع قدوم شهر رمضان المبارك. ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه. طيب، بالنسبة للرقابة على الأسواق والأسعار، إلى أي حد هي موجودة من قبل الجهات المعنية في محافظة مأرب؟ تلمسوها أنتم أن هناك رقابة ومتابعة وبالتالي انضباط في الأسعار؟
الحقيقة لا يوجد هنالك رقابة من قبل السلطة المحلية أو من قبل الجهات المعنية في محافظة مأرب. يعني التجار ومالكو السلع التجارية هم يعني من يدير السوق وهم من يتصرف. هنالك يعني عروضات رمضانية ومبيعات تجارية هي يعني مقربة على الانتهاء. لا وجود لسلطة رقابية في كل المجالات في محافظة مأرب. شكرا لك هشام من مأرب. اتصال آخر من عدن، هارون. أهلا بك هارون. أهلا بك أخ سامي. شهر مبارك والعام أنت بخير هارون. كيف هي الأجواء للاستعداد في عدن لاستقبال شهر رمضان؟ ينعاد علينا وعليكم كل عام وأنت بألف خير والصحة وعافية والسلامة إن شاء الله دائما. عدن هو والعادات والتقاليد القديمة لا زالت متواجدة رغم المعيشية التي يشهدها سكان محافظة عدن وبالتحديد الفئة التي تعتبر ذوي الدخل المحدود. بس ما شاء الله يعني الأسواق مزدحمة هذه الأيام خاصة أسواق البهارات وكل مستلزمات كل الأسواق التي تبيع مستلزمات رمضان. طيب مع ازدحام الأسواق وحركة الناس الطبيعية وهذا معروف يعني مع قدوم شهر رمضان المبارك، بالنسبة للأسعار هل هناك متابعة ومراقبة للأسعار من قبل الجهات المعنية أم هناك استغلال وجشع من بعض التجار؟ أكيد هناك استغلال وجشع من قبل التجار. يأتي ذلك بأنه إيش ما فيش الرقابة غير شغالة خاصة في مثل هذه الأيام اللي هي الأيام الأسواق مزدحمة. الرقابة هي منعدمة، هي ظهرت فقط عند أول ارتفاع سرعان ما على طول اختفت. طيب أنت بشكل شخصي هارون ما الذي لمسته من تغير في أجواء الاستعداد إلى شهر رمضان في عدن بسبب الحرب؟ لمست من متابعتي للأسواق ومن خلال متابعتي لبعض الأسر أنه في أشياء يعني أسعارها الأسر للأسف لم تقتنيها لأني وفرت تسعى لتوفير أكبر قدر ممكن أو تجميع أكبر قدر ممكن من المال لشراء حاجات أساسية، وهذه الحاجات لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان. يعني الرفاهية لم تعد كما كانت قبل. أشكرك جزيلا هارون. من تعز الأخ عبد الصمد. أهلا بك عبد الصمد، شهر مبارك وكل عام وأنت بخير. عبد الصمد حياك الله استاذ سامي. اهلا بك اخ عبد الصمد من تعز. عبد الصمد ماذا عن استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان في تعز؟ كيف تبدو الاجواء؟ يعني تبدو الاجواء اكثر امانا واكثر اطمئنانا بمقارنه بالسنين الماضيه التي مرت بها تعز. من يعتبر هذا رمضان الموسم الخامس وتعز تمر بحاله رسالها من حصار وقصف وتزويع وهوية مختلفة، لكن الشارع التعزي أكثر حماسا هذا العام بمختلف المجالات، بالمجالات الاقتصادية، بالازدهارات. مثلا لو نضرب مثال على الحياة المادية في تعز أصبحت أكثر استقرارا مما كانت عليه سابقا من توفير المرتبات بشكل جزئي كما يمكن، إعادة بعض المستثمرين، افتتاح مشاريع جديدة، افتتاح سوبر ماركت بأكثر من شارع، الإضاءات بالشوارع حسب على حساب بعض المتبرعين وعلى حساب المستثمرين بمواطن تجارية، أزهرت معظم المدينة بالإضاءات بالشوارع، الأمان بجهة أخرى، السكينة بين المواطنين، يعني أكثر أماناً بعض انتشار الجيش بالمناطق المحررة بكل الزوايا المدينة. المحلات التجارية أعادت استئناف عملها من جديد، الحدائق، المعارض
الجديدة، المتاجر الجديدة، هذا من جهة من الجانب الإيجابي الذي تشعر به تعيد. لكن هناك جانب آخر بما يعكر أجواء المدينة، مثل انعدام بعض المشتقات النفطية وخاصة الغاز في هذه الفترة. لا نقول إنه انعدام من قبل شركة الغاز أو شركة النفط، إنما هناك عدم الرقابة على الوكالات المسؤولة عن توزيع الغاز. يتم احتكار الغاز وبيعه في أسواق السوداء خصوصا مع قرب شهر رمضان. ومن جهة وبعض التجار يقومون باحتكار بعض المواد الغذائية مثل الألبان والمواد الخاصة باحتياجات رمضان. طيب والحصار يفرض. طيب عبد الصمد، بالنسبة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق داخل محافظة تعز، هل هناك رقابة تمارس على التجار أم التجار هم من أنفسهم، يعني هناك مراعاة للظروف المواطنين والأوضاع الاقتصادية الحالية؟ كيف لمست أنت موضوع الأسعار؟ موضوع الأسعار، الرقابة جزئية، يعني يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، لا يوجد هناك استمرار للرقابة على كل التجار. بعض من سلطة الأمر الواقع ومكتب الوقف التجارية ينزلون مراقبين لبعض التجار، يعني نقدر نقول انه لجميع الاحياء التقنيه، وهم هؤلاء الموظفين لدى المكتب. ما فيش تغيير للمنفذين من المكتب، ما فيش تغيير منهم، ينزلوا اليوم الاول واليوم الثاني، يتم هناك يعني شراء ذممهم مثل ما تقول، وخلاص اليوم الثالث الرابع ما عايز هذا التأجير، يكون قد نسح على لقوا بحلاوة على يقولوا بالبلدي، ما فيش رقابة من هذه الجهة. بعض التجار من يخاف، لا يخاف من القانون، لا يخاف من الحكومة، يخاف من أن يصيبه دعوة مظلوم برفع المشتقات الغذائية. لكن هناك نقول المصانع أو بعض العاملين بوسائل النقل يقومون برفع إيجار النقل للتجار لمدينة تعز، وكما تعرف أنها محاصرة والطريق الوعرة، وزادت بعدا بعد إغلاق الأخروج وزادت المخاطر بمنطقة الأخروج. تصل المواد الغذائية إذا كانت خارج المدينة بسعر تصل هنا أضعاف المفروض على التاجر، والتاجر يريد مصلحة ويريد مكسب له، يقوم بمضاعفة أضعاف الأضعاف، خصوصا مع قروب شهر رمضان، يعتبر انه موسم للتجاره، موسم البيع، وكانه قبل هذا الشهر لا يوجد مجال للبيع. يفرضون اسعار يعني صعبه جدا البعض، وهذا اهم نقطه يجب على المكتب ان يتبعها، الاخراج السلع الغذائيه قريبه الانتهاء او قد تكون منتهيه. هناك مواد غذائية خاصة برمضان كالعصائر، كالألبان، كالمساحيق، هؤلاء قريبة الانتهاء جدا، وهناك من يتم قصف التاريخ الانتهاء وتزوير تاريخ الانتهاء بخط جديد، ويتم تداوله بالأسواق وخاصة بالبساطة بالشوارع بأسعار مغرية جدا للمواطنين. وهناك يعني من يريد أن يقول فارق بالسعر يكسبه إلى أفضل من يروح التاجر يأخذ أسعار غذائية مرتفعة، يأخذ من البسطة ولا يعي مخاطر ما قد يحدث من نتيجة لانتهاء هذه المواد الغذائية. شكرا جزيلا لك عبد الصمد من تعز. اتصال آخر أو طيب، أيضا مراسلنا في قام بأخذ مجموعة من التصريحات ل مواطنين في الشارع عن الاستعدادات وأجواء رمضان. نتابع. سنعيش رمضان هذه السنة كما عشناه في السنوات الحرب السابقة، يعني انعدام للخدمات الأساسية، انعدام للكهرباء، انعدام للماء، الحصار ما زال مطبق على المدينة، ما زال الحوثيين قريبين مننا، ما زال يعني الأسعار مرتفعة، الدولار ما زال في يوميا في استمرار وانخفاض لصرف الريال اليمني، لكن الحمد لله عايشين مرتاحين، وسنعيش رمضان مضطرين احنا نعيشه بفرحه. بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم
نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للشعب اليمني وللحكومة اليمنية بقيادة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، وإلى الأخ عبد المعين عبد الملك، وإلى أفراد الشعب اليمني الصبور المكافح. طبعا رمضان يهل بخيره، لكن تعز دائما تعيش المآسي ودائما تتحمل وتحملت كثير. ونتمنى من الحكومة ومن الأخ الرئيس النظر إلى محافظة تعز بنظرة إيش؟ بنظرة الخير والرأي والرؤية. الحاجة الثانية، تعز تشكو الكهرباء، تشكو الماء، تشكو أغلاء الأسعار، تشكو الخدمات، قلة الخدمات، المراكز الصحية، المدارس، التأثيث المدرسي، التجهيزات. يعني تعز نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يأتي رمضان العام القادم تكون أفضل مما هي عليها اليوم. نحن في محافظة تعز نعاني انحصار شديد للحالة الاقتصادية التي تمر بها محافظة تعز ومحافظات الجمهورية، بس بشكل يعني خاص محافظة تعز تعاني ارتفاع الأسعار والخدمات الغير موجودة. فارتفاع الأسعار بقرب رمضان يشعر المواطن بأنه غير قادر لتوفير احتياجاته الأساسية مثل أغلبية الأشياء. فبهذا الأمر قد تسيء حالة الأغلبية منهم، فأرجو أن يوفروا الأشياء الأساسية وأن يكون هناك ضبط للأسعار التي تتزايد كل يوم وكل شهر وكل يوم وكل وقت. فأرجو من الجهات المعنية أن تكثف جهودها لتلك والحد من تلك التصرفات عند التجار، وأن يكون هناك رقابة شديدة عليهم، وبالذات في مثل هذا الشهر الكريم التي لا نريد أن يكون معاناة فوق معاناة، فوق عدم استقرار وأمن المحافظة معاناة ارتفاع الأسعار التي لا يطيق. إذن تابعنا هذه العينة من آراء المواطنين من محافظة تعز. لدينا اتصال من الحديدة الأخ محمد سليمان. أهلا بك محمد. أهلا حبيبي. شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. كيف هي أجواء استقبال والاستعداد لشهر رمضان في الحديدة؟ وأنت بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. أخي العزيز، يستقبل اليمنيون شهر رمضان المبارك للعام الرابع على التوالي في ظل ظروف غاية في السوء ومأساوية. أحوال معيشية واجتماعية صعبة مع دخول الحرب اليمن في عامها الخامس. يمكن أن نقول أن اليمنيين يستقبلون رمضان ببطون خاوية، ولكن لا أحد يلتفت في هذا العالم على أحوال اليمنيين في مثل هذه المحن، ولا نسمع إلا المناشدات الأممية التي تطلقها المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية بين الحين والآخر، التي إن وجدت الإغاثة والمساعدة الإنسانية لا يجدها المواطن العادي المسكين الذي يصله فتات الفتات، وذلك يرجع إلى الوضع في اليمن واستغلال المنظمات لذلك. كما هو معروف فإن نسبة كبيرة من المخصصات المالية المعتمدة في موازنات المنظمات المقدمة كتبرعات تذهب إلى كأجور ورواتب وحاجة زي كذا. طيب، مع قدوم شهر رمضان، الحديدة من المحافظات ربما الأكثر تضررا من الحرب وما زالت المواجهات مستمرة ودائرة فيها، هل هناك أي مساعدات أو أي إغاثة تقدم للمواطنين في إطار الاستعداد لشهر رمضان من قبل منظمات سواء المحلية أو الدولية؟ الحديدة عندنا تؤثر انعكاسات هذه الحرب السلبية الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية والنفسية في ظل غياب أي دعم تنموي حقيقي من الأشقاء يمكن أن يوجه لإعادة بناء البنية التحتية التي دمرت من توقف الكروز والمساعدة ذات البعد التنموي. لذلك أغلبية المنظمات الموجودة في الحديدة حاليا لا تصل إلى جميع المواطنين، لأن غالبية مناطق الحديدة تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، والمناطق الخاضعة أو التي تحررت وظل تحت الشرعية هي مناطق غالبيتها تصل بعض المنظمات وبعضها الآخر لا يصل بسبب عورة الطريق، كما هو موجود عندنا بالتحيطة. أغلبية المنظمات لا تصل إلا بالشهر يمكن مرة واحدة، يمكن ما تصل. شكرك جزيلا محمد سليمان من حديدة. اتصال من المملكة العربية السعودية الأخ عبد العزيز هادي. أهلا بك عبد العزيز. أهلا وسهلا بك أخي سامي.
عبد العزيز، هذه الحلقة مخصصة عن كيف يستقبل لمليون رمضان في العام الخامس على التوالي، هل تعتقد أنه الناس ربما تعودت على الحرب؟ في البداية كل عام وأنتم بخير والشهر مبارك على الجميع. الناس خلال الخمس سنوات هذه تعودت على الحرب وتعودت على أن تستقبل رمضان في ظل غلاء المعيشة وفي ظل غلاء بطش التجار وممارسة التجار في رفع الأسعار، كذلك ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية. يعني الناس تعودت على هذه الأشياء، ما عد الناس يعني رمضان يدخل أنه شهر عادي، ما عاد فيه نفس هذه الحفاوة ونفس هذه الاستقبال لشهر الخير والبركة. طيب باعتقادك ما التحديات، يعني غير موضوع ارتفاع الأسعار وجشع التجار فيما يخص المواد الغذائية، هل هناك تحديات أخرى أيضا تعكر من يعني أجواء رمضان على المواطنين؟ نعم، الحرب كذلك طراد يعني هناك مثلا مناطق اللي تحت سيطرة الإنقلابيين، لا يقدر مثلا بعض الأشخاص أنه يعود إلى أسرته ويرمض بين أسرته ويكون شهر الخير والبركة مجتمع بأهله. كذلك المناطق المحررة يعني هناك أسباب، عدة أسباب. كذلك يعني الحرب جعلتنا مفرقين، جعلتنا نستقبل يعني ندخل على هذا الشهر والناس مفرقين والناس مشتتين والناس يعني في أشياء فظيعة. أشكرك جزيلا عبد العزيز من السعودية. اتصال من مارب أمت الله الحمادي، أهلا بك أمت الله. بكم. شهر مبارك وكل عام وانتم بخير. لو تصفي لنا الأجواء فيما يخص استقبال شهر رمضان في محافظة مارب. طبعا الأجواء في محافظة مارب لا تختلف عنها في باقي الجمهورية، مارب محافظة منكوبة مثلها في باقي المحافظات كما تحدث السابق، فيما يخص غلاء المعيشة، فيما يخص توفر السلع أيضا، كذلك فيما يخص الأسر التي لم تعد تستطيع أن تلتحم كما كان الأمر في السابق، لم تعد تستطيع هذه الأسر أن تجتمع تحت سقف واحد، أن يعني أصبحت اللحمة أو الإطمئنان على بعضهم فقط عبر الهاتف، إن كان أصلا متوفر خيار الإطمئنان، خصوصا وأغلبية الأفراد حاليا في الجبهات سواء مع هذا الطرف أو ذاك. كذلك هذه الأسر لم تعد تتمكن من اللقاء، وهذا شيء يعني كان من الروتين الرمضاني المعروف للشعب اليمني أن الأسر لابد أن تجتمع. حاليا الأسر مشتتة بين أكثر من مدينة، والوصول صعب جدا بسبب انقطاع الطرق الرئيسية والطرق الطويلة بين المدن صارت تقدر بالساعات، ولم يعد الأمر متاح للجميع التنقل من مدينة إلى أخرى بسبب المطلوبين وغير ذلك. مأساة النزوح أيضا مأساة كبيرة حاليا، يعني النازحين في كل مكان، أغلب الأشخاص حاليا خصوصا الرجال يعني في مارب نجدهم في الشوارع، هؤلاء لا يستطيعون أن يعني كعمال أو غير ذلك لا يجدون حتى مأوى. فحين نتحدث عن هؤلاء وعن ترتيبات شهر رمضان هم ينتظرون الإحسان فقط، وكثير من النازحين أيضا ينتظرون إحسان المنظمات التي توفر لهم الغذاء، ما استطاعت هذه المنظمات أن توفرهم من الغذاء. أما ما كان الإنسان اليمني يعتاده في شهر رمضان فأصبح حاليا بالنسبة لليمني رفاهية لا يستطيع الجميع تكلفها. طيب هل فقط في مارب التحدي الاقتصادي ربما هو الذي يعكر من مشاعر وفرحة الناس باستقبال شهر رمضان الذي تعودوا عليه في بعادات وتقاليدهم المعروفة؟ طبعا الاقتصاد هو اللاعب الرئيسي حاليا في محافظة مستقرة أمنيا كمارب، لكن يظل أيضا كما ذكرت لك سابقا أن هذه الأسر أصبحت الآن مشتتة ومجزأة. التشتت والتجزؤ هذا للأسر عامل نفسي، عامل كبير جدا نفسيا يؤثر على هذه الأسر، يؤثر أيضا خصوصا وأن هذه الأسر خلال الخمس سنوات الأخيرة قد تكاثرت، بعض الأفراد حاليا لا يعرفون أجدادهم، لا يعرفون أعمامهم، لا يعرفون أقوالهم، فهذه يعني حاليا يؤثر كثير على الشعب اليمني. أن تجد شخص يتحدث عن قريب له مريض أو مصاب أو حتى شهيد أو قتيل في أحد المناطق، ومع هذا لا يستطيعون الانتقال من منطقة إلى أخرى. رمضان ليس استثناء بالنسبة للشعب اليمني، هو فقط حاليا
يعني مع الأسف الشهر الفضيل أضاف أعباء مالية جديدة إلى الإنسان. في مارب يعني الناس تستطيع أن نتحدث أن الأعباء المالية يتكلفها الإنسان طوال السنة، خصوصا مع غلاء الإيجارات والمشاكل المترتبة على ذلك، وكذلك عدم ضبط الأسعار في الأسواق، ومع الاحتياجات المتزايدة في شهر رمضان حتى أصحاب الدخل المستمر الأشخاص الذين يستطيعون تكلف هذه الأشياء يعانون حاليا لأن الاحتياجات أكثر والمادة على ما هي عليه. شكرا جزيلا لك يا مطلب من مارب. من تعز اتصال آخر الأخ بشير، أهلا بك بشير، شهر مبارك. أهلا عليك إن شاء الله، مساء الخير عليك وعلى كل اليمنيين المتابعين لقناة بلقيس ولهذا البرنامج وعلى وجه الخصوص. شكرا لك بشير. بشير، كيف تصف لنا الأوضاع والأجواء لاستقبال شهر رمضان في تعز؟ الأجواء كما نتابعها ويعيشها أبناء شعبنا اليمنيين هي طبعا انعكاسا للأوضاع، انعكاسا للأوضاع التي يعيشها كل شعب اليمني من خلال الحرب التي انعكست سلبا على الاقتصاد، والاقتصاد طبعا تجمدت أو توقفت كل فرص العمل التي يعني يعتمد عليها أبناء شعبنا اليمني، فالاستمرار الحرب وإطالة أمدها انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وبسبب الحرب توقفت العجلة الاقتصادية وتوقفت معها فرص العمل وتوقفت معها القطاع العام والقطاع الخاص التي تسرب منها أو تجمد يعني تجمدت الأيدي العاملة المعتمدين في العسر عليها، وبنظر يعني والحرب نفسها يعني أن أثرت سلبا على المواطنين. المواطنين الآن يعيشون أجواء غير الأجواء السابقة وغير الأجواء التي كانوا يعيشوها في الأدوار الرمضانية المعهودة. اليوم نحن نعيش وضعا اقتصاديا مزريا مترديا يعني يتقهقر على مستوى كل لحظة، الأسعار متوحشة يعني أصبحت، واليوم الأسعار أصبحت الوحش المفترس. اليوم تعز مثلا على وجه الخصوص تعاني من حصار يعني من عدة سنوات، انعكس هذا الحصار سلبا على المواطنين، على الشتان، على العجلة الاقتصادية، على الوضع الاجتماعي بشكل عام. اليوم كما تفضلت أختنا من محافظة مارب رغم استقرارها إلا أن المعيشة يعني مرتفعة من حيث الإيجار، من حيث العجلة الثانية اليوم تعز يعني لا طيب هذا الغلاء. طيب بشير، هذا الغلاء في الأسعار الذي تلمسوه هل هو في السياق الطبيعي أم أنه في إطار بعض التجار يستغلون معاناة الناس واحتياجهم ربما والتكدس المواطن في مناطق معينة ربما؟ طبعا انعدام الضمير عند الكثيرين من التجار، استغلوا حاجات المواطن ومعاناته وأصبحوا اليوم متاجرون بمعاناة هذا المواطن الذي تطحنه الحرب وتطحنه الظروف الاقتصادية هذه الاستثنائية. اليوم إذا أردت أن تنتقل من محافظة تعز إلى الحوبان يحتاج لك ساعات وساعات، بينما كانت المسافة بين الحوبان وتعز ليست لا تتجاوز أكثر من 10 دقائق، اليوم 6 ساعات أو 10 ساعات لا تصل بك إلى أهلك في على مستوى الحوبان بأهلك الموجودين في شرعة، الموجودين في المناطق الحضرية، الموجودين في وسط المدينة. اليوم المواطن يعيش وضعا استثنائيا مزريا يعني، والقلق زي ما تقول تشبث به وسقط على كل مجريات حياته. اليوم الأسر يعني مجزأة مقسمة، البعض منها افتقدت عائلها وفقدت ابنها اللي كان عامل رئيسي للجوانب الاقتصادية. اليوم رمضان عكس يعني يستقبل يعني أجواءه باهتة رمادية يعني غامضة في كل الأمور يعني في كل الأمور يعني في كل المجالات. اليوم إذا دخلت إلى مدينة تعز وما بيت في الأسواق تجد أن هناك يعني شبح الحرب يعني انعكس على المستوى التاجر، على المستهلك اخي الحبيب. شكرا جزيلا لك بشير من تعز. وايضا من تعز اتصل اخر الاخ حسان ياسري، اهلا بك حسان. حسان، طيب يبدو انه فقدنا الاتصال بالاخ حسان من تعز. حول الموضوع ايضا لدينا بعض التعليقات من خلال الفيسبوك نستعرضها معا. وليد يقول اليمن في مجاعة، كيف سيستقبلوا يعني 80%
مجاعة في الأيام العادية، عاد كانوا الناس تفاقدهم بالظهر العصر، أما رمضان بيكون نفسي كل واحد مشغول بشغله ونايم إلى المغرب، والفقراء لهم الله. بشير يقول في ظل هذه الأوضاع الراهنة استقبال المواطن اليمني لشهر رمضان ليس مثل كل عام بفرحة واستعداد للعبادة واستعداد للشهر الكريم، وإنما الناس في غفلة والعقول مشتتة ومشغولة بالكثير. عبد الرحمن يقول يستقبل اليمنيون رمضان هذا العام بتمزيق مجتمعي وحصار في العبادة وتسلط الميليشيا على رغيف الفقراء وسرقته. أسامة في ظل أوضاع اقتصادية مزرية وخاصة في صنعاء وإب وتعز، أزمة في البترول والديزل وارتفاع لأسعار الغاز والانتشار الكوليرا، نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت. مالك يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام بعد عاصفة حربية اقتصادية عصفت به وانهكتهم، يستقبله بحزن على مخلفة الحرب من مآسي وأزمة نفسية وإنسانية حطمت أماله بالعيش الكريم، وكما أتى وكلما أتى عام ترحم على العام الماضي من حيث الخير والبركة وفقدان أشخاص أعز على قلوبهم. مشاركة أخرى. إذن كانت هذه كل تعليقات ومشاركات من خلال الفيسبوك، وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج المنصة، في الختام تحت طاقم البرنامج ومنتج البرنامج عمر النقي، في أمان الله شهر مبارك وعام أنتم بخير.